صبحكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم. حلقه جديده من برنامج الديربي، نتمنى حلقتنا اليوم تفوز على رضاكم وتستمتعون باحداثها ومواضيعها وفقراتها. خل نرحب بضيوفنا ومحللنا اليوم اللي متواجدين معانا، على اليمين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه الفنان الحبيب والسلماوي العزيز المتين شاب حاجية المتين شاب حاجية، على اليسار مدربنا الوطني مدرب فريق صبيخات الكابتن أنور يعقوب، وآخر الحضور مدربنا الوطني مدرب حراس المرمى في نادي اليرموك والمنتخب سابقا الكابتن أحمد دشتي، يمكن أول زيارة له في برنامجنا تشرف فيه. حياكم الله يا أخوان، صبحكم الله بالخير ويا أهلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا أرقام تليفوناتنا موجودة على الشاشة، حسابنا في تويتر انستغرام، موقعنا على اليوتيوب ايضا راح يكون ايضا موجود على الشاشه. نتمنى مشاركتكم معنا، تفاعلكم معنا، متابعتكم لنا، اثراء ايضا حلقتنا بمداخلاتكم الهاتفيه. نشكر كل من يتفاعل معنا ويتواصل معنا في حساباتنا في مواقع التواصل، موقعنا في اليوتيوب، في تويتر، ايضا في الانستغرام. خلنا نشكر رعاتنا وداعمينا، شركة كيو اي تريد، اخوي محمد النصار كل الشكر لك، شكر لاطياب المرشود واخوي وليد المرشود واخوي عبد اللطيف الايوب مشكورين على دعمكم لنا، الشكر لبن العميد واخوي صالح دشتي شاكرين لك، شكر لمطعم سيامي وسطى واخوي سلطان العنزي واخوي ابو عمر وكل الاخوان اللي معاه كل الشكر لكم، شكر لمطعم التسيم ومطعم كناف وعجين احد الشركات التابعه لكيو اي تريد مشكورين، ديرندير واخوي محمد العنجري مدام شاديه مشكورين، واخيرا وكلاء جيفوفا زيوس في الكويت معرض بريمير سبورت اخوي طواري مدلول. طبعا في البدايه نهنئ الجميع بفوز فريق الكويت اليوم عن جداره واستحقاق خارج ارضه على الوحدات الاردني، وقلب النتيجه امانه عن جداره واستحقاق، بعد ما كان خسران 2-0 قدر يقلب النتيجه بفضل جهود لاعبينه، جهاز فني، اداري، جماهير اللي كانت موجودة نشكرها أيضا لمؤازرتها فريق الكويت هناك في العاصمة الأردنية عمان، ونبارك للجميع إن شاء الله أيضا الخطوة القادمة أمام ذبائن الإيراني، وإن شاء الله أيضا اللي تليها الغرافة القطري. الأمانة كثير من الإخوان يعني حبوا اليوم يشاركونا أفراحنا بفوز فريق الكويت، اولهم وعلى راسهم اخونا العزيز ابو ناصر المقيط صاحب شركه جي ار، هذه شركه للاحذيه عزكم الله، شركه يعني امانه يعني الاخوان قائمين عليها قاعد يبذلون مجهود جبار حتى ايضا تاخذ مكان، والله الحمد خذت مكان ايضا كبير ما بين شركات الاحذيه بالتحديد، الخدمات اللي قاعد تقدم، خدمة التوصيل، الأمور الأخرى المنوعة. فاليوم أخوي أبو ناصر المقيط والإخوان القائمين على شركة جي آر حبوا يشاركونا هذه الأفراح، وتزامناً مع فوز الكويت حبوا يهدون محللينا في برنامج الديربي. إن شاء الله بعد شوي أيضاً أحط لكم عنوانهم وحسابهم في إنستغرام وفي أيضاً تويتر. في البداية هذا حق أخونا حتى الكيس مرتب، يعني شوف لا تحتار والبس من جي ار، يا سلام شعار جميل يا اخوي ابو ناصر. هذا لك يا ابو عبد العزيز استاهل، شكرا. وهذا لك يا ابو علي ايضا، شنو اختار لا تحتار والبس من جي ار. اي عادل، اي شوف هذه الشعارات الطيبه وكل خيار. هذا عقب عبد الله مشكور يا اخونا ابو ناصر، وايضا هذه حق ابو احمد مشكورين، ومحطين على الكيس الرقم 9696-2366، ان شاء الله بعد شوي راح احط الارقام. زين يعني هذا الحين شنو تكرم جواتي؟ ايه شلون عارف القياس هذا جابه؟ يبي له دبابه هذا القياس. طلع زعلان 43 مو انت مذر كير 27 تلبس شنو قياسك 27 والله؟ لا لا هو كم قياسك؟ 43 كم قياسك؟ 43 والله 43 اكيد انت ايش طارد والله 43 اللي صغيره انت كم؟ انت قاعد تطنز عليلي والله ريلك على جسمك والله 43
انت الله يهداك من مذاكير. والله غلط يا صاحبي. والله غلط. شلت تتب عملاق. لا يعني جسمك المفروض 46 ما يعني 47 الريال. لا 50 ديناصور ما يوصل 50. ابو علي ابو علي ابو علي هنا على الهواء. لا اعطيك واحد الحين تروح البيت مشي ولا اعطني والله. هو كم؟ لا هذا هذا في 41 في ليت ورا في ليت. لا انت شوف الملاق ممنوع التجاوز. يسألك واصل جدرك مغازل جم. والله ما قال لي. دقيت عليه ما رد علي. لا الحين شنو انت انت عطيته 29 زين في ليتات ليتات ورا. مشكورين اخواننا في جي ار و كل هالحكي ترى انا ابو عزيز بسوي لهم دعايه عشان يعرفون يستاهلون 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 اللي كرمنا قبل لا اتكلم. شو هذا؟ الخاتم هذا شلون طالع كلها قصته قصه. هرم هرم هذا. لا هذا خاتم لا ما راح اقول لكم القصه الا لا نص البرنامج زين. وانت تسولف لا توجهه علينا لا خاف يطلع شيء سبيشلي وشيك. والله ما شعرفكم نسائي رجالي هذا شنو رجالي وشلون البس شيء نسائي يعني. لا اقول لك يعني هو موديله رجال مايكل جاكسون ما لبس كذي. ايوه والله شو رايك ابو علي يلبس واحد. والله ايش رايك والله والله مو حلو عقيق. مسعود في منه رجالي هذا اخر واحد رجع. عموما راح اقول لكم قصه الخاتم بعد شوي ان شاء الله. خلونا نبدا حلقتنا بتقريرنا الخاص بفريق الكويت والانجاز اللي حققوه الشباب الابيض عن جداره واستحقاق بالفوز خارج ارضهم. هذا يعني بحد ذاته يعني يعتبر انجاز لما تفوز خارج ارضك وتحول النتيجة من فوز من خسارة واثنين صفر إلى 3-2 ويعني ظل غياب يمكن جماهير مو موجودة حق فريق الكويت حضور جماهيري كبير لفريق الوحدات اللي كان مفترض أنه بدون جمهور لكن أيضا بقرار اتحاد آسيا وسمح للجمهور يحضر. كل هذه الأمور قدر يتفوق عليها الكويت ويحقق بالفعل إنجاز الكرة الكويتية ونتمنى ان شاء الله نعود الى ابطال اسيا على يد نادي الكويت ان شاء الله. نروح حق التقرير وبعدها سنه. حل نادي الكويت ضيفا ثقيلا على شقيقه الوحدات الاردني في مستهل مشوار الفريقين ضمن ملحق دوري ابطال اسيا. اللقاء بدا سريعا من قبل اصحاب الدار والارتباك الكويتاوي كاد أن يكلفهم هدفاً مبكراً. سامي الصانع يضع كرة على طبق من ذهب للطراروة الذي لم يحسن التعامل معها. الوحدات يشعل اللقاء بالهدف الأول تسديدة بهاء فيصل ترتد من الدفاع ليسددها حمزة الدردور مرة أخرى في الشباك. الكويت يرد سريعاً بغية تعديل الكفة لكن دفاع الوحدات كان يقظاً في هاتين الهجمتين. وهنا العارضة تقف سداً منيعاً أمام تسديدة بهاء فيصل. يعقوب الطراروة يتوقل ويسدد والحارس الأردني ينجح في إبعاد الخطر لتعود الهجمة للعميد من جديد لكن رأسية جمعة تعتلي المرمى. حمزة الدردور ينفرد بحميد القلاف لكن كرته تمر بسلام على مرمى الكويت. الوحدات يعزز تقدمه بهدف ثاني عبر مرتدة مثالية بدأها مرجان سعيد من منتصف الملعب وختمها بنفسه بطريقة رائعة. فيصل زايد يحاول من هذا الخطأ لكن الحارس يتألق في الذود عن مرماه. فيصل زايد ينجح في تغليس الفارق للكويت مستغلا عرضية شريدة الشريدة. تمريرة طويلة من زايد لزميله جمعة سعيد لكن الحارس في المكان المناسب. الكويت الأفضل ينال ركلة جزاء بعد إعاقة فيصل زايد داخل المنطقة المحرمة نفذها بنفسه بنجاح معادلا الكفة ومعيدا المباراة لنقطة البداية. وفي الوقت بدل الضائع حميد القلاف يستبسل بالدفاع عن مرماه مانعا هدفا محققا للمضيف ليعلن بعدها الحكم نهاية شوط أول مثير بين الفريقين. الشوط الثاني ينطلق والسوري ميدو يستغل خروج الحارس الأردني
لكن كرته لم تشكل خطورة. نجم اللقاء فيصل زايد يتلاعب بمدافعي الوحدات، والقائم الأيمن يمنع الكويت من هدف ثالث. المغربي عصام العدوة يسدد، والنيران الصديقة كادت تصيب الشباك. العميد يترجم أفضليته في هذا الشوط، تمريرة ساحرة من طلال الفاضل إلى جمعة سعيد الذي لم يتوانى في إيداعها المرمى مانحا فريقه التقدم. المدافع المتقدم فهد الهاجري يكسر مصيدة التسلل، لكن الحارس الأردني يتدخل بالوقت المناسب. فيصل زايد يسدد في الوقت بدل الضائع، والحارس يمنع هدفا كويتاويا رابعا. الوحدات يكثف من طلعاته الهجومية بمحاولة التعديل، والكويت يقلق جميع المنافذ حتى أتت صافرة النهاية، معلنة فوز كويتاوي مستحق وخطوة للأمام نحو التأهل لدوري مجموعات أبطال آسيا. مشكور أخوي خلف العنزي على قراءة التقرير مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة، نهنئ أنفسنا بالتأكيد أولاً، ثم نهنئ الإخوان في نادي الكويت، فريق الكويت، مجلس إدارة، جهاز فني، إداري، جماهير، لاعبين، ونهنئ أنفسنا مرة أخرى بهذا الانتصار المستحق. أبو علي أبدي معاك، يعني صراحة شيء كبير اليوم لما قلبوا النتيجة، لما سجل الوحدات الأردن هدفين قلنا الوضع صعب على فريق الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما قلت نهني طبعا اول شيء رئيس نادي الكويت سيد خالد الغانم واعضاء مجلس اداره واداره الفريق وجماهير نادي الكويت واللاعبين على هذا الفوز، وهذا الانجاز يعتبر انجاز للوضع اللي كانوا فيه طبعا امانه في المباراه، لان قاعد يلعبون فعلا امام جماهير، يعني وانا لاعب ضد هالجماهير، جماهير الوحدات معروفين بالاردن، وهذا صعب انك تفوز عليهم بهالجماهير هذه، فاعتقد انه انجاز لهم. لكن انا اعتقد ان الكويت بدوا بدايه، يعني البدايه يعني صعبوا البدايه عليهم، هم باول هدفين اللي تسجلوا عليهم، يعني تحس ان جاي الكويت مستعجلين يبي يفوزون، قاعدين يهاجمون مع ان المفروض يكونون هم الهادين، يعني ما تجاري فريق، لان الوحدات جايين متحمسين وقاعدين مندفعين يبي يفوزون باي طريقه، انت قاعد تجاريهم نفس اللعب، ومن هالسبب هذا سجلوا هدفين عليك، انك انت مندفع وقاعد جاريه بنفس اللعب. الحمد لله خبره لاعبي نادي الكويت وبعض النجوم اللي بنادي الكويت، خاصه خط الهجوم، يعني امانه الثلاثي هذيل، وانا يعني قبل لا اتكلم عن المباراه يعني اقول يعقوب الطرار ولا ينظلم امانه، يعني لاعب مثل هذا لا ينظلم امانه في الكويت، نشوفه مباراه احتياط صراحه نجم من نجوم المباراه، يعقوب الطراروه، فيصل زايد، وجمعه طبعا جمعه سعيد. فاعتقد ان هذيلا كان لهم دور في تحويل النتيجه، مع يمكن في اخطاء من الدفاع امانه، لكن شويه بعد الـ يمكن نص ساعه ولا ثلث ساعه تداركوا وعدلوا امورهم، فبدا التنظيم الدفاعي صح، لان كانت اخطاء دفاعيه غير الهدفين اللي سجلوهم نادي الوحدات في الشوط الاول، كانت في اخطاء قاعد يلعبون ورا دفاع الكويت. نعم. يعني في اخطاء كرات وايد خطره، ما كان تنظيم بالدفاع، الدفاع ما كان منظم، لكن الهدفين ردوا يقولون ردوا الروح لنادي الكويت. نعم. فجاءوا الشوط الثاني سجل، لعبوا صح بتوازن، دفاع صح، تنظيم دفاع صح، مو تنظيم، انا ما اتكلم عن خط دفاع، اتكلم كتنظيم دفاعي كفريق، الدفاع يبتدي من الهجوم والنص والدفاع، فصار التنظيم الدفاعي احسن، وانتظروا لما سجلوا هدف الفوز وخذوا المباراه. طيب. ونبارك لهم على هذا الفوز وعلى هذا الاداء اللي انا اعتقد في الشوط الثاني تحسن الاداء في التوازن اللي حصل امانه. وعزيز شو والله ابو سعود، انا ما شفت المباراه بس الصراحه، يعني من خلال التحليل اللي شفته ما اقدر ازيد على كلام ابو علي، انا بس اقول يعني بالبدايه نهني نفسنا، واحنا محتاجين يعني فريق كويتي خاصه بالبطوله هذه، يعني وان شاء الله اتمنى يا رب انه يوصلوا النهائيات ويحققون ان شاء الله نتيجه تفرحنا اكثر، ويستاهلون، ومشكورين اللاعبين والجهاز الفني والاداره. ابو احمد، يعني الشيء الجميل اليوم تفوق مدرب كويتي على
على قيس اليعقوبي مدرب الوحدات الأردني وفي الأردن، وهذا شيء يحسب لكم كمدربين وطنيين بالتأكيد. طبعا من البداية أحب أبارك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الكويت ولاعبين جهاز فني وإداري. أنا أختلف مع أبو علي يعني في نقطة، مفروض الشوط الأول، مفروض الشوط الأول الكويت قبل لا يسجلون الوحدات، مفروض الكويت يعني من بداية أول نص ساعة 4 أهداف لهم. يعني لو فيه تركيز شوي بحالة الهجوم وعدم تسرع، الكويت الشوط الأول بالراحة يطلع مع الهدفين 6-0. الأخطاء اللي صارت أخطاء بسيطة، هذه نقطة ضعفنا الكويت في الغلوب الدفاع، أخطاء سهلة كانت في عدم الرقابة وترك اللاعب المهاجم على راحته، هذه المشكلة. الشوط الثاني طبعا صار تنظيم في توازن مثل ما قال أبو علي، بس أنا أقول لك المباراة مفروض نادي الكويت يطلع براحة. وبعدين محمد عبد الله، أمانة أقول لك أنا رجل عملت معه المدرب هذا واستفدت منه 3 مواسم معه بخيطان، إنسان نظيف، عمله وخبرته واضحة يعني في حتى بالدوري وإنجازاته. فبالعكس هذه طبعا فرصة حق المدرب الوطني وإثبات الذات للمدرب الوطني إذا حصل فرصة ويثبت. وأنا أقول نادي الكويت كان بإمكانه اليوم يطلع بنتيجة كبيرة على نادي الوحدات، وأحب أشكرهم اللاعبين. يعني الشوط الثاني صار تغيير، الشوط الثاني نزل فهد حمود وخلى بالباك الشمال حميد ميدو رده، فصار في توازن شوي بخط الخلف. هذه مشكلة نادي الكويت في الغلوب الدفاع، وأنا أحب أبارك لهم. وحتى حميد القلاف كان شوي مهزوز، عدل أبو عبد الله شفت المباراة، حميد كان شوي مهزوز، مو حميد الشوط الثاني، الشوط الثاني، لا أنا شفت الشوط الثاني إيه لا الشوط الأول كان شوي مهزوز. فالحمد لله أنا أقول لك نتيجة ما كان 3-2، مفروض طلع حتى 6. وأمانة يعني اليوم حتى الكل يعني كان متوقع أن المباراة منقولة على البيان، منقولة على الكاس، لكن تفاجأنا اليوم فقط هي القناة الأردنية الرياضية اللي ناقلة المباراة. ونحييهم على النقل صراحة، ونحييهم على أيضا حتى معلقهم كان يعني منصف ومحايد في الأمور. فالتحية لكل الإخوان في التلفزيون الأردني على النقل، إعادة اللقطات، إعادة كل الأمور الخاصة في هذه المباراة. بس عندي نقطة، نادي الكويت الصفقة الرابحة حق نادي الكويت فيصل زايد. نعم. صراحة فيصل زايد فارق مع نادي الكويت والدوري الكويتي، وأتمنى نعم. اللاعب هذا نشوفه حتى على مستوى الآسيوي يكون أبرز. وعبد الله بحكم متابعتك في الشوط الثاني، شو اللي يميزك او اللي شفته مميز في الشوط الثاني؟ اول شيء انت زين انقذتني، اتصلت وقت مناسب، قاعد ادور على ما قلت على القنوات اللي قالوا راح تنقل، ما فقدنا الامل. فشوف اتصال العزيز قال لي هذا، حاولنا بمساعده الربع طلعوا لنا قناه، صدنا اخر 10 دقائق من الشوط الاول وكملنا لهذا. يعني انا اقول يعني يعني دائما العاده كلهم دائما يتكلمون المدرب دوره في الشوط الثاني، الحين لعبه مدربين، ولكن محمد عبد الله انا طبعا ضد هالمبدا ان اللي يقول الشوط الثاني لعبه مدرب، هاي خاطئ، هذا يعني مبدا خاطئ. لان المدرب يتحرك اثناء اللعب ويعطي توجيهات ويعدل من وضع الفريق، واذا جت النتيجه من صالحه فهاي تبدا لمساته. يعني انت عندك المقوله خاطئه وايد يقولونها يقولون يمكن ايام حتى ابو علي ايام الجاهليه، يمكن ايام الجاهليه ممكن، بس الحين لا، الحين المدرب اثناء يوصل المعلومه، قادر يوصل المعلومه ويعدل من وضع الفريق اثناء حتى من بدايه المباراه، حتى من 5 دقائق 10 دقائق. لا هو المقصد انه يقول لك هاي شوط كابتن انور مدربين لا يقول لعبك مدربين الشوط الثاني، لا مو القصد ان الشوط الاول ما يشتغل الشوط الاول، بس لما نشوف الشوط الاول تصير عنده كاركتر، يقرا الفريق، يقرا الفريق الخصم. انت لما تحاكي المشاهد ما يدري، انت لما تقول لعبه مدربين فيفكر مو لاعب ولا مدرب. المقصد شنو انا فهمك، بس غيرك ما يفهمك. المقصد شنو ان المدرب جاي الثاني خلاص حفظ خطه الفريق اللي قدامه، قرا الفريق الثاني، الفريق يقدر بالبين الشوطين يحط على قولت لمساته النهائيه. خلاص حاليا اكو محللين
اكو ناس يوصلون اذا بعد بالمدرجات على طول يعطيك التشكيل يعطيك الخطه بطريقه عشان على طول تتصرف لا اسرع لا وقت انت ممكن انت عشان لا انت تتعلم غير الملعب غير انت تتفاجئ انت يمكن معطولك شيء وعارف الفريق الثاني شيء تتفاجئ مسوي شيء ثاني الجيم هذه ايام طريقه السابقه ماكو مثلا محلل ماكو واحد فوق يساعدك ماكو مساعد بس يقرا المباراه عنده ملغطي انت شقارن الفريق مثل هذا تعرفه كل شيء اوكي حافظه بس هي تتفاجئ تسوي شيء ثاني ضدك الجيم الاول تقرا احسن جيم الثاني الجيم الاول انت على ما تقرا يعني اللي هو مسجل عليك اهداف ما تقدر تطلع مو غصب من الحكي انه وهو تصيد شنو مو غصب من الحكي انه الجيم الاول لا تشتغل قاعد انطرهم الجيم الثاني لا مو كذي وايد ناس ما تفهم هالنقاط هذه لازم توضحها له هذه قصدي انا فقاعد اقول لك يعني محمد عبد الله النقل يعني من هزيمه الى هذا في نفس الشوط يعني هذه تحسب له انه قاري الفريق وقدر يقرا اثناء اللعب حط الحلول ووصل بالتعادل ولين الشوط الثاني سكر لعب على المرتدات ونجح فيها وسجل مثل ما كان ممكن يسجل اكثر من الاهداف بالنسبه حق حميد قال الله فانا ما شفت الشوط الاول مثل ما قال كابتن انور ولكن انا بالتقرير شفته الشوط الاول والشوط الثاني انقذ اهداف محققه يعني ما يتحمل هدفين والهدفين ما يتحملهم كلش يعني انا تابعته كامل ولا 1% يعني اهداف يعني المدافعين يعني هي التسكير ما تقول تغطيه وعدل وضعهم تعدل وضع الدفاع وتفاهم مع حميد ونجحوا انه يحافظون على ما تعتقدون ان عصام العدوى قلب دفاع افضل افضل انا ما شايفه بالنص يعني لا ما بالنص ما يعني يوم بالقادسيه كان الدفاع لا هو لا الدفاع افضل يعني اليوم حتى بين اليوم يعني لو كان انت يعني كان انت نادي الكويت جيم قبل لا يقبلون ماكو شيء صح بعدين هجوم لان دفاع الوحدات ترى مو زين ترى الدفاع مفتوح كنت تقول اكثر عليهم بس انت الجولين اللي دشوا عليك ليش انت الجولين اللي دشوا عليك انت لان الكويت جايين مدافعين فاتحين وبعدين انا اعتقد ان هذا العدو المفروض بالدفاع انا اعتقد افضل ما انت جايبه بعدين انت جايبه دفاع المفروض لانه قاعد يسوي توازن بالدفاع قاعد ينظم الدفاع هو لا ابو علي جايبينه يقول لك يلعب دفاع بس انا شايفه يلعب مركزين هو عادي انا شايفه بالدفاع احسن الدفاع احسن الدفاع ممكن يكون قيادي وبعدين فوق زين ابو سعود بس مو احسن بس مو سيء ابو علي لا مو سيء بالنص بس شايفه بس يامن الدفاع بس مو نفس كمارة مو نفس كمارة يقدر يقود الفريق عنده تمريرات عنده الوصول للعمق يعني يقطع من العمق هذا ما قلت يعني هو دفاع يعني فارس اكثر مسعود كل الشكر حق صراحه يعني الجهاز الاداري حق الفريق بقياده اخوي عادل عقله انه قدروا يطلعون اللاعبين يعني من انهم يعيشون برا اجواء يعني اللويا اللي صارت بالملعب من الجمهور واللي ماكو جمهور وردوا والصيحات ومثل ما قال ابو علي الجمهور ترى الاردني وحدات مو الوحدات الاردني نفسه لا هم الوحدات صيحات ومدنية فمشكورين الجهاز الاداري انه خلوا اللاعبين يعني كل التركيز بالملعب خل نشكر الاخوان ابناء علي ثنيان الغانم العم علي ثنيان الغانم قدموا مكافأة 1000 دينار لكل لاعب بعد المباراة استاهلوا يعني هذه النقطة أنا ما أدري باخذ رأي الإخوان فيها لأن ما أدري صراحة اللي تابع كأس آسيا مثلا منتخب قطر كل مباراة يفوز ما سمعنا أن تم مكافأة اللاعبين حتى لما فازوا بالبطولة ما أعلنوا عن مكافأة شب ياخذ اللاعب ولا شيء رسمي فاليوم ما أدري هل هو سيستم مثلا ان المكافاه تكون سريه ابو علي عشان مثلا ان ما ادري يعني شنو الهدف منها الاخوان في قطر يمكن عندهم سيستم معين لكن اليوم انت ما تفضل انها تكون سريه او انها تخليها مثلا لما يخلص المشوار انه والله مثلا لما توصل الى دور المجموعات في ابطال اسيا اني تعطيهم المكافاه مو افضل لا والله يعني ما تاثر ما لها شيء يعني ان حتى اعطيهم مكافاه المباراه على المجهود اللي بذلوه هذا شيء عادي يعني على نفسيه اللاعبين على واللاعبين يعني والإدارة الفريق خاصه هذا شيء دورهم بعد بهالشغله انا اعتقد شيء عادي ما فيها اي شيء ترى انا رايي ما ادري طيب يعني سعودي اداره الكويت مو اول مره حتى لا انا ادري اقصد خل يعني خل نتخذ بشكل عام خل نتبع يعني اليوم الاخوان اللاعبين القطريين ترى ما قالوا في مكافاه مثلا بعد ما فازوا على السعوديه مثلا او على الامارات سمعت انه قالوا مكافاه لا يمكن قالوا حق اللاعب يمكن هذا اللي اقصده يعني هل هي مثلا خلينها انه والله لما توصلون على طول او انه تزيد
مثلا ما ادري شنو السيستم الاخوان في قطر يعني. انا ما بسعود بالنسبه انت قلت السيستم ايه؟ السيستم قطر سيستم احترافي كامل. اما احنا سيستمنا لا ادري شنو الهوات ياثر عليهم. عبد الله اليوم انا في قطر ما في رجال اعمال، ما في تجار، ما في مثلا شيوخ، ولا حد قال والله ترى الشيخ الفلاني تبرع او كافر. انا ما اتكلم عن الاحتراف، راتب احترافي ومكافاه الفوز مكافاه راصدينها وكل شيء. انا ما اتكلم عن هالسيستم. اي اما تي على كل مباراه انا اتكلم عن 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 يعني مكافئات رجال الاعمال للشيوخ التجار. والله هذا كله لا 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 احنا هني نطالب نقول الشركه لازم تدعم، رجال الاعمال لازم يدعمون، هذا شيء عادي يعني بالهو عندنا بالوضع نوضع الهوات، وهذا شيء زين بالعكس نشجع هالشيء. يعني حتى الشركات لما تساهم، يعني حتى احنا اللي ويانا امانه نتكلم عن بن العميد والمرشوه، مو علشان قاعدين يدعمون برنامجنا، نقول الرياضه محتاجه هالشيء، محتاجه دعم الشركات، دعم الشخصيات، هذا شيء طيب. انا اعتبر شيء مهم. انت شو رايك ابو عزيز؟ والله مثل ما قال ابو علي ويانا وياه. انا قاعد اقول لك انا اشتغلت ويا المنتخب، شلون تاثير على اللاعب الهاوي في انتظار المكافاه طبعا ياثر عليه، ياثر ويعطيه من ناحيه ايجابيه حق اللعبه الثانيه. اما تي تقول لي في ناس يقول لك لا والله اذا اعطيتهم يمكن المباراه اللي وراها بالعكس يستذبح اكثر، اقول لك ومتوقع ان المكافاه يمكن تزيد بعد. بس بالعكس ترى انا شوف غير الكويت بالعكس ايجابيه اكثر، يعني السيستم هذا ماشي معاه من زمان، يعني 500 يعني 500 دينار يستاهلون يستاهلون حسب المباريات يعطون، وبالعكس يستاهلون. لا هم يستاهلون، احنا ما انا ما اتكلم عن المباراه، ما أنا فاهم سؤالك لا تفهمون لا أنا فاهم سؤالك، بس أنا قاعد أقول لك يستاهلون أكثر بعد. أنا فهمت سؤالك، أنا مو قاعد جوابي على سؤالك يعني مو معقولة قطر ما أعطوا لاعبين مكافآت، مستحيل. إيش دراك أنت؟ لا لا لا, 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 لا مسعود مستحيل يعني معقولهم أدري بس هو يعني أنا إيش قاعد أقول لك؟ قاعد أقول لك هل ما يأثر مسعود النظام الاحترافي على كل لعبة؟ يا أبو عبد الله لا لا فهمني فهمني بدون ما يعلن عنده اول لعبه ثاني لعبه مكافاه ادري انا ما قاعد الدور الثاني الدور الثاني لك مكافاه يعني سر يكون ما الحين فرنسا خذوا كاس العالم. نظام الاحتراف في الاتحاد نفسه او في المنتخب انا اتكلم عن شخصيات يعني المكافاه ما طلعت من نادي الكويت مثلا او مجلس اداره، طلعت من ابناء العم علي ثاني الغانم. هذا اللي اتكلم عنه حتى بالكويت المكافات ما تي الا بعد الحصول على البطوله، نعم ما تي اثناء المباراه حتى طيب. من التجار او من ما قلت الشيوخ او لا لا شيء زين يجي بعد النهايه البطوله. اما الاتحاد يرصد حق انا اقول بالعكس انا اقول والله الكويت يعني محتاجين هالشيء بالرياضه، ما اتكلم عن الكويت بشكل عام، انه لازم يكون دعم من التجار من الشركات من هذا شيء ضروري. وبعدين هذا تبرع ابو علي مثل علي ثنا غانم وعيالها هذاك يوم ولد فواز الحساوي هم تبرع حق فريق الكويت الفريق مو الكاس مو النادي الكاس ولا هذا مكافاه النادي غير إيه اوكي انا وياك هذا صارت بعد البطوله بعد البطوله اعلن عبد العزيز فواز الحساوي عن المكافاه. يمكن في مكافاه من اداره النادي بعد اكيد يعني اعتقد انا انا هذا اللي اقصد يعني هذا يمكن مكافاه خاصه من البطوله اي اثناء البطوله يعني هذا المكافاه انا الحين عند مني انا الحين دعم حق شاب حاجيه بعطيه بعد تكرم جوتي يا عمي مغازي صغير شوف تشيك على قياسه ولا شيء. عموما هي بالتاكيد يستاهلون الاخوان ونبارك لهم. خل نروح حق تقرير حق فاصل وبعدها ان شاء الله سنعود لمتابعه حلقتنا. طبعا ايضا اهداء من اسره برنامج الديربي للكويتاويه وللكويت بالتاكيد. هذه الاغنيه ركز يا خصم وفهم عالي بالسما عالي يا بالفوز كويتاوي
حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. نشكر رعاتنا خلال هالفاصل اللي شفناه، شركة كويت ريد، الطياب المرشود، بن العميد، مطعم سيامي يسطى، مطعم التسيمو، مطعم كنافة عجين، دير اندير، معرض بريمير سبورت، وكلاجي بوبوزيز في الكويت. مشكورين يا اخوان على دعمكم. خل اشكر ايضا الاخوان ايضا اليوم يعني كرمونا صراحة، شركة جي ار، مشكورين يا الاخوان في جي ار. اخوي ابو ناصر جيد مشكور، هذا حسابهم في انستغرام وهذا رقم تليفونهم اللي حاب يتواصل معاهم. مثل ما قلت لك في البداية عندهم خدمة التوصيل. خل اشكر ايضا اخوي علي كرم ايضا، واخوي احمد العبدلي اليوم شرفونا تو قبل شوي بالفاصل، اخوي من شركة جالبوت انتاج الفني، واعتقد رفيق درب مع ابو عزيز. لا توي جديد. مو رفيق درب. لا هو رفيق درب برا المجال الفني. بس تو فاتح له شركة انتاج، فان شاء الله الله يوفقه. ان شاء الله. وان شاء الله اللي قدام عنده ان شاء الله مسلسلات واعمال قادمة. بطل معاي تو. ممثل؟ اتفقوا معاي تو. لا تمثل يعني. بأول عمل حق شاب دور مجرم. مجرم احمد جوهر. لا نبيك تشكر، نبي الدشداشة هذه تكفى، بس يقول تشكر اللي مسوي. يقول مفصلين للدشداشة بس حق الحلقة. اي والله، اي والله بس حق الحلقة. من هذا؟ خياط اسمه ذرب، عنده خام وعنده تفصال، ارضية صناعية. والنعم. اي والله ذرب اسمه، ذرب اسم المحل ذرب. والنعم. اي والله. عموما خل اليوم بما ان تكلمنا عن المدرب الوطني قبل شوي يا كابتن محمد عبد الله وباركنا له، اليوم في انجازين لمدربين وطنيين، والله الحمد يعني المدربين الوطنيين صراحه قاعد يرفعون اسم الكويت، و يعني شيء نفتخر فيه ونتشرف فيه. اخونا ماهر الشمري مع فريق النهضه اليوم حقق انتصار مستحق، نبارك الاخوان في نادي النهضه السعودي بعد الفوز على الأنصار. أنصار من الفرق القوية صراحة، وفاز عليه بنتيجة كبيرة 4 أهداف مقابل لا شيء. مبروك يا أبو حمد، وتستاهل، وإن شاء الله الجايات أيضا انتصارات متتالية. نبارك الأخوان في نادي النهضة، جماهير، مجلس إدارة، جهاز فني، إداري، ولاعبين، ومبروك يا أبو حمد، وبالتأكيد قاعد تمثلنا خير تمثيل في السعودية. أيضا اليوم أنا تفاجأت صراحة، توه أخوي العزيز يوسف الملا معدنا دز لي تغريده للاخوان في نادي الشحانيه القطري، خبر يقول بقياده المدرب الكويتي عبد الله المطيري، يقصدون طبعا عبد الله الشلاحي، نادي الشحانيه يفوز على نادي الريان 4 أهداف مقابل هدف في دوري قطر غاز ليج تحت 23 سنه. الرديف، دوري الرديف. دوري الرديف، يعني هذا شيء صراحه ايضا يشعرنا بالفخر. انا ما ادري ليش اخوي عبد الله ما اعلن عن هالخبر السعيد. اليوم لما تستلم إدارة فريق أيضا مثل الشحانية في الدوري القطري، فريق أيضا يحترم، أعتقد هذا يستحق أنك أيضا تحط الخبر وتعلن عنه. بالتأكيد هذا شرف أيضا للمدربين الوطنيين. نتمنى اليوم أيضا أخونا ماهر الشمري يحظى بدعم الهيئة، أخونا عبد الله الشلاحي يحظى بدعم الهيئة. اليوم هذول قاعد يمثلون الكويت، فأتمنى أن الأخوان في الهيئة يقدرون شنو معنى أنك تمثل الكويت، سواء أخوي عبد الله الشلاحي أو أخوي ماهر الشمري. بالتوفيق يا اخوي ابو فهد، بالتوفيق يا اخوي ابو حمد، والله يوفقكم. خل نروح حق هو قبل اسبوع ابو سعود. نعم انا شفت في قناه الكاس. نعم حاطين لقاء. اول لعبه كان خسران ظهر تو ماسكهم. اعتقد ايه. اللعبه الثانيه فاز. الله يوفقك. انا قاعد يعد فريق على كلامه. نعم. الله يوفقك. انا شفته كمحلل. ايه. ما شفت لا 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 انا في لقاء ذاك اليوم. ما شاء الله. وبالعكس عسى الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. ابدا مع اتصالات مشاهدينا. اخوي هاني من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، صبحك الله بالخير يا اخوي هاني. صبحك الله بالنور والسرور. يا حياك الله. الله يحييك. اول شيء ابارك لكم وابارك لجميع اتحاد نادي الكويت. الله يسلمك. ويستاهلون وما قصروا. الله يسلمك. ثانيا سلمك الله، اول شيء اشكركم انكم تفتحون المجال للجميع للمشاركه ويكون الصوت مسموع عن طريقكم. يا حياك الله. احب اتكلم عن الدوري السعودي. تفضل. اذا امكن. تفضل. سلمك الله على اللي شايفه اللي يصير ضد نادي النصر، يعني هذا واضح للجميع، وما اعتقد انه في شخص بيقول اللي صاير له مش ضد كلهم. حتى شفت سناب او تصوير لاعب الهلال سلمان الفرج قال يتعرض لنادي النصر ضد، واخرها اليوم ايقاف الغنام ليله المباراه اوقفوها مباراتين. انا ما ادري يعني اذا هم يبون نادي النصر ينسحب من الدوري يطلعون يتكلمون، استنزاف مالي، استنزاف معنوي، استنزاف ميداني. يعني تخيل مباراه على ارضك تلعبها برا ارضك،
تخيل قرارات انضباطيه سلطان وقفوه اليوم وقفوه رسمي قالوا وقفوه مبارتين رسمي هاني رسمي طلع 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 الاتحاد السعودي الخطاب يعني يقول يقال انه في الخطاب انه هي. بناء على تقرير الحكم كان هناك حاله تدافع انا ما ادري الحكم اذا شاف حاله تدافع ليش ما اعطى كرت احمر في المباراه نفسها نعم وش تقرير الحكم اللي يضاف عليه هاني سم الله عدوك انا بما انك تطرقت انا اذكر في مباراه توه صارت كان المفروض تكون 3-2 صارت 4-1 قدره قادر يا حبيبي ما بالمباراه هذه مباريات كثيره يا حبيبي حالات تحكيميه كثيره تصير مهزله الفار هذا جيناه يعين لقينا الفار يحتاج الفار اخر والله يا ما ادري سبحان الله ما هذا يخدم نادي يقول ما ادري انا اقصر حالان يجيب قطاع وادخل على الفيران قال لك ابو علي قال لك اخونا محمد كرم الفار يبي له عتوي يبي له عتوي انا اقوله يعني شيء غريب وفظيع لا العب انا ملعبي وايقافات وقرارات ما ادري ولا انسحب قول يا نادي النصر انسحب انا ابغاك تاخذ الدوري انا مشكور يا هاني مشكور يا اخوي هاني أخوي ناصر صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور يا حياك الله وصبح عليك وصبح الموجودين أجمعين حياك الله وقبل أطلق التبريكات ودي بس أتكلم بس بجزئية صغيرة يعني طبع. أتمنى يعني أنا من في بعض أصوات النشاز اللي تطلع من جماهير وتتكلم يعني مثلا قبل المباراة تحارزك من الحين وما تتمنى وإحنا قبل يومين كنا ندعم فريق خليجي بالمناسبة نهنئ دولة قطر على حصولهم كأس آسيا وكنا ندعمهم ونشجعهم وهذا اليوم احنا احد انديتنا يشارك خارجيا يعني يا ريت ما تطلع هالاشياء ونكون داعمين لهم حتى لو نختلف مع شخوصهم بنادي الكويت وابارك لهم مبارك لجماهير نادي الكويت مبارك ل جهاز فني إداري مبارك لمجلس إدارة جميعا والشكر أيضا موصول لطلبتنا اللي هناك اللي راحوا وشجعوا يعني للفريق وتمنياتنا لهم بالتوفيق دائما وأبدا ومشكورين مشكور يا أخوي ناصر ونشكرك على الروح الرياضية الجميلة صراحة أخوي ناصر صبحك الله بالخير أنت بالنور يا أخوي ناصر يا حياك الله وسيد ليش قطر فاز كأس آسيا ليش؟ لأن في عندهم طموح، في عندهم جيل، في عندهم ناس تفكر تبي رياضة، وفي عندهم حنا ساكتين بس الوقت يقول. قول أنت داك قول. قول اللي بقى قلبك أنت بتصل قول. أقول شخص إيش أسوي خلها على الله بالجو عزيز. حبيبي. مبروك للكويت أنا كغتساب تبارك الكويت ممثل وطني يستاهل لأن أنا لو عندي إدارة الكويت وأكون ماشي مخيم أجل ماشي مخيم أبو عزيز تفضل هلا شفت لو عندنا إدارة عندها فلوس والله ما أخلي عدي الصيف عندكم هلا أجيب لنا لا إن شاء الله تعدى الأمور إن شاء الله تعدلت لا إن شاء الله بإذن الله هلا أمسك إدارة جديدة هم يجيبوها وإن شاء الله ان شاء الله سوف فهم وتعدل ان شاء الله ان شاء الله يعني. شكرا يعطيكم العافيه مشكور انا والله تو اخوي هاني يعني قريت الخبر صراحه انا شدني بالخبر مو شدني لايقاف سلطان الغنام لكن هذا الخبر يشدنا حق احنا شلون نتعامل مع الاحداث اللي تصير بالكويت واعتقد هذا الخبر اخاف اقول حق اخوي نواف الازاع ويزعل ويتضايق لكن شوفوا الخبر يا اخوان خبر سلطان الغنام يقول بالنسبة لحادثة سلطان الغنام وبالدعس على قدمه دون وجود منافسة بينهما على الكرة إلا أن الحكم غير أن حكم مباراة لم ينتبه إلى تلك المخالفة وذلك حسب ما جاء في التقرير الحاقي للحكم الوارد اللجنة بالإضافة إلى فيديو المباراة المسجل من قبل القناة الناقلة في المباراة يعني اليوم كل الاتحادات تستعين بالفيديو وتتخذ قراراتها بالفيديو انا ما ادري من اخو يعني اخوي نواف المشكله احنا لو بنتكلم في مواضيع راح ياخذونها بجانب اخر للاسف يعني لكن انا ما يهمني ياخذونها جانب نادي فلاني شخصاني انا يهمني اليوم الاحترام
لقرارات لجنة الانضباط، الاحترام للجمهور، الاحترام لللاعبين داخل، وحتى ايضا حتى اللاعب هو يحترم نفسه. فاليوم اذا الاخوان يعني احنا نضرب امثله بالعالم، كان الاتحاد السعودي يقول لك رجع الى فيديو المباراه. اخذ اخوي عبد اللطيف، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعود، حياك الله يا اخوي. يا هلا، الله يحييك ويحيي ضيوفك الكرام. حبيبي حياك الله. الله يسلمك، والله انا مبروك حق نادي الكويت، الف مبروك. استاهل. وبس عندي نقطه، ليش ما يلعب نادي الكويت على ارضه؟ ليش يروح الاردن وايران وقطر؟ شوف في عقوبات من الاتحاد الاسيوي على الانديه الكويتيه. وبالنسبه منتخب قطر، الجمعه الجايه امير قطر راح يكلمهم. اول شيء لازم يكون رئيس الدوله هو اللي يكلمهم اول شيء. صح. الله يخليك تجاوبني بس على ارض الكويت، ليش ما يلعبون نادي الكويت؟ حاضر بس. حاضر اخوي عبد الله، يعني هذا الموضوع للاسف يعني الاخوان ماخذينها يعني موضوع ماخذينه ب والله الاتحاد الاسيوي ضدنا يا جماعه، هذه قوانين دوليه، هذه منظمه دوليه، ما في يعني الناس تحترم القوانين وتحترم القرارات، تحترم مكتبها التنفيذي وتحترم الجمعيه العموميه اللي هم فيها. انت اليوم لما يكون عندك ممثل في هذه المنظمه راح تعرف شنو القرارات والقوانين واللوائح واحترام القرارات واحترام القوانين واللوائح. فالموضوع تصنيف يا اخوي عبد اللطيف، اليوم الكويت بتصنفها نفس الاردن ونفس ايران ونفس قطر؟ مستحيل. فامر طبيعي ان الكويت تلعب خارج ارضها مع الاردن ومع قطر ومع ايران. عدل تصنيفك، انت موقفين رياضتك ثلاث سنين، انت بتصير نفس الاردن ومسعود رياض قاعد يسالك ليش، يعني يقول لك ليش ما يدري، ما عنده الاجابه. تصنيف هو يبي الاجابه. لا هو المشكله مو عن يعني المشكله اليوم كل الناس تسولف بالموضوع. ما يدرون، ما يقولون الاتحاد الاسيوي ضد، ما عندهم فكره، ما يدرون، ما عندهم فكره. احنا كنا بهالبرنامج مسعود المفروض نوضح، ترى اكثر الناس ما يدرون، حتى يسالون اليوم تويتر التواصل الاجتماعي، ليش احنا نلعب برا ملعبنا، ليش مو ملعبنا، ليش ملعب محايد، ما يدرون. في ناس ما عندها خلفيه، حسب بالهم ذهاب واياب، ما يسالوني قاعد ذهاب واياب. تصنيف هو تصنيف احسن منك، هذا دور الاعلام انه يوضح، دور الاعلام انه يوضح بس. تصنيف سبب تصنيف. وهو شوف ترى يعني عشان هم اكون منصف معاك، نظام خاطئ. يعني شنو تظلم الانديه الاخرى اليوم؟ ليش تظلم نادي الكويت؟ صح. بس يلعب لعبه واحده وبرا ارضه، يعني هم القرار ظالم صراحه. يعني ما العب محايد، العب محايد بالضبط. ايه؟ بس يعني محايد صعبه، يعني هذا مصنف اوكي تعطيه افضليه ان لعبته الاولى مثلا او الثانيه تكون على ارضه كافضليه، او هو يختار شنو يبي الاولى او الثانيه. يعني حتى خروج مغلوب ترى ظلم، خروج مغلوب. والله انا بالنسبه لي يعني خروج مغلوب صح. هو القرار قلت لك، هو القانون، يعني النظام غير منصف للفرق. اخذ اخوي عادل، صبحك الله بالخير. صباحك الله بالنور اخوي مسعود، حياك الله. لا انت شوف على فكره، يعني انت لك مصداقيه، يعني بالنسبه لي انا وبالنسبه لجميع الجماهير، يعني بتقول شيء بتوصل شيء، ترى احنا نسمعك ونعرف انك على الاقل تقول الحق وبشكل بسيط، ما اقول مبالغ فيه، هذا بالنسبه للراي فيك. الله يسلمك. ايا كان ميول كل انسان اللي بيقول، وانت اخذ الحد الاقل من الشيء هذا. عطني وقت يا اخوي مسعود. تفضل تفضل يا اخي. دام فضلك. اول شيء انا قد ساوي، لكن في وجود ابو حاجيه قد ماوي، يصير يعني سلماوي قد ساوي حبيب قلبي. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. بالنسبه للقوانين ما بقى احد ما يعرف، وما بقى احد يعني بالنسبه لوسائل الاتصال العالميه الموجوده والمحليه، كلنا نعرف القانون، واحنا هذا مستوانا اللي يصنف البيبا، والبيبا مو مخلوق عشان والله دوله ولا دوله، اي خصمتك على اللي عندك من ملاعب، من حكام، من دوري، من منتخب، هو يصنفك مو على اساسنا، مو على اساس والله الكويت ولا السعوديه ولا قطر، لا اي بعيد في الشارع كله. احنا ما عندنا استقرار اداري الا نادي واحد ما شاء الله، نعم، اللي هو نادي الكويت. نعم. وجود مدرب قدير، وجود مدير جهاز صراحه محترف عادل العنزي، عادل علوى. نعم. والكابتن الوطني محمد عبد الله، محمد عبد الله، ايوه. نعم. لان كل مره يجيب البطوله. نعم. لكن طيب. انا سعيد اليوم وجود حجي واحبه والله. لا تحبك العافيه. مشكور حبيبي. مشكور اخوي عادل. اخر اتصال ينحب، ينحب هذا اخوي عبد الله. صبحك الله بالخير. هلا هلا اخوي عبد الله، تفضل. هلا اخوي، كيف الصحه؟
صباحكم الله بالخير جميعا. صباحك الله بالخير. هلا عبد الله. هلا ايوه. شلونك ابو علي؟ هلا بخير الله يسلمك. هلا حبيبي. اول شيء نهني نادي الكويت على الانجاز. يبا الرياضه عندنا بالكويت لو في اربع انديه مثل نادي الكويت منظم وفلوس كان الرياضه بخير عندنا. اشو قاعد ننتعش يعني ننتعش. صحيح. طالع انت الحين اخواننا في قطر الله يسلمهم ومبروكين هم قطر على الانجاز الباهر اللي هم عملوه. فيا اخوي الرياضه بالكويت تبي نوب هاي اخوي وتبي اخلاص. يمكن ابو علي انا عرباوي يمكن اعرفني ابو علي ابو طلال انا. والنعم. عرفت شلون؟ والنعم. اي نعم. اي ف يعني ايش اقول لكم يعني احنا شد عود. الرياضه مو بس تنظير وكذا كذا كذا. عمل واخلاص زائد هذا النوب. طيب. فلوس. مشكور 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 اخوي عبد الله. ايضا اشكر اخوي مو كاتب اسمه داز لنا الفيديو الخاص في لقطه سلطان الغنام اللي 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 رجع فيها الفيديو وخذ الكرت خذ الايقاف اليوم ايقاف مباراتين بسبب هذه اللقطه. يا داس اللاعب مباراتين هذه اربع مباريات اصك يا خمسه انا شفت مكسر ريله والله شفت كسرت ريله شلون والله يقعد بالبيت 8 اشهر والسبه كره والله صدق شنو الدوسه هذه؟ لا متعمد متعمد هذه. أيه. انت شو تقول وين؟ اربع مباريات خمس مباريات اكثر والله مع ابوه فلوس بعد عقوبه. أيوه. معطينا عقوبه فلوس معطينا. لا متعمد هو سعود يعني. أيه. لو كاسر لله يعني في عقوبه بس لا مو اربع مباريات. طيب. عقوبه لعبتين وغرامه ماليه واقفه لنهايه الموسم. لا لا نهاية موسم صعب عموما نهاية الموسم اذا هذا راح الانكل مثل ما صار في هذا المسكين تمشي على حسب لوائحهم وحسب لوائحهم يعني شفت هو عقوباتهم كنا بين العظم مسكين تذكر روجيريو اللي سوى اعطوه مباراتين لا شاب يصير مباراتين هم يركزون على الفلوس على لوائح ما يخالف بس هذه هذا انسان قاعد يلعب وياك يعني رفيقك يقعد معاك ربعك ليش ادوس على ريلك كذي لا حتى مو شل الكره هذه ليش تحول؟ أمني ليش؟ تعمد 20,000 ريال. شو الكرة هذه؟ 20,000 ريال. إيه أنا أقول لك. لا لأن عندهم ال. يركزون على الأمور المالية أكثر من. 20,000 شو اسمه؟ ألف. لا لا هم يركزون على الأمور المالية أكثر من. 700,000 800 عشانك. لا لا يصير مثل شاب مثل لائحة تصير مثل قصد الإيذاء يعني عندهم في رقم معين يا غرامة يا. أنا مو قصدي أنا ما يقدرون يطلعون عني. ليش الأذية هذه ليش؟ ما أقول لك يعني هذا. هذا نفسي اللاعبين بعد شو اخونا محمد الرويل يقول لا ظلل الشارع ولا ظلل المشاهدين انت طرقت جزئية في فريق نتيجته كانت 3-2 صارت بقدرة قادر 4-1 الغاء هدف الفتح بقرار تسلل صحيح يا ابو سعود وارجع للحالة وشاهد كل المختصين واذا القرار ظالم انا مستعد اعتذر لك اخوي محمد اللي على راسه بطحي حسه ما قلت الهلال ولا قلت الفتح قلت مباراة كانت 3-1 صارت 3-2 قدرة قادر تحولت 4-1 واضح انت ابو سعود يعني والله بعد ترى مبارك موني انا موجود انا هلالي ترى بس انا سكت طوفت لك ما بديش بالمعمعة ما قلت الهلال واضح قلت الهلال واضحه قلت الهلال 50 مباراة كان 3-1 صار 3-2 هم قالوا هم يدرون ان يعني واضح يعني انت معروف عزيز عطيه لما يقط نغزات معروف على منو لا دخلونا مبارك على الهواء خل نروح حق قبل لا نروح حق الفاصل عشان ايضا ندخل في موضوع مهم موضوع عدي ايضا بس خل سكر موضوع الكويت نتمنى ان شاء الله التوفيق مره اخرى لنادي الكويت ونتمنى ان شاء الله الدعم اخونا عبد الله التميمي يقول هذا الشيء مو غريب على خالد الغانم لما كنت لاعب نادي الكويت ما قصر معنا بالمكافآت حتى حاليا اي مكافأة نادي الصالات توصلني جميع الانديه لازم يكون عندها رئيس نفس خالد الغانم تستاهلون يا اخوي ويستاهلون نادي الكويت اكيد يعني عمله احنا ما نقدر نختلف على العمل ونتمنى ايضا كل الانديه يكون فيها مثل خالد الغانم ويكون فيها دعم مثل الانديه ايضا اللي موجوده في نادي الكويت وايضا نتمنى هذه رساله حق الاخوان القائمين في الدوله ان ايضا يفتحون الاستثمار مثل ما هو مفتوح حق نادي الكويت اليوم في انديه قاعد تعاني من موضوع الاستثمار نتمنى ايضا تكون لها رادف يكون لها داعم اضافي لان في انديه ما عندهم رجال اعمال ما عندهم تجار
فمعتمدين على الله وعلى الاستثمار. اليوم لما يكون مفتوح بس حق القادسية، حق الكويت، حق العربي، حق كاظمة، ويتركون الأندية الأخرى، هم فيها ظلم يا أخوان. يعني دائما المساواة ترى حلوة، يعني المساواة تكون عادلة يعني، وباكر تقدر تحاسب الأندية أن والله ها سوت، عملت، ما عملت. مسعود، لا ننسى، لا ننسى دور سعيد عبد العزيز المرزوق. نعم. رئيس يعني السابق سنين، أربع سنين، خمس سنين يمكن، يعني هذا الحين اللي نشوفه في نادي الكويت مو شيء جديد يعني. نعم. والنعم بالموجودين، والنعم في قوي، عمل جماعي، غانم عمل، عمل ابو عزيز عمل جماعي، انا شايفه، انا كنت ادش النادي عمي خليه تشتغل، ما تشتغل صح. صحيح، الله يوفقهم. والله الله يوفقهم. خل نروح حق الفاصل، بس في نقطه اخونا صلاح دريهم يقول غياب للتركيز يفارق لفريق نادي الكويت، خصوصا ان ثلاث سنوات لم نلعب في آسيا. تأيده في هذا النقطه، يقول ما في تركيز كان اليوم. لا لا، في اخطاء، في اخطاء وايد. انت انا اقول سبب التركيز، اي مو احد الاسباب، احد الاسباب كلامه عدل. اي نعم، احد الاسباب سنين ما كانوا يشاركون. يعني انت قولين يقولك يعني زين انك رديت للمباراه، انت لا تقول لي ضيعت، انت ضيعت. اوكي يمكن دفاعك، بس احنا فاجئونا بقولين بسبب التنظيم اللي كان موجود وعدم التركيز. نعم. اكيد شيء مهم. طيب. انت ترى عندهم كرات خطره قبل ان يجيبون الكويت جولين، ما تلي ورا الدفاع، وكرات اللي طقت بالعارضه. نعم. ويعني وهجمات خطره كانت لهم، بعدين نظموا نفسهم الكويت. طيب خل نروح حق فاصل اعلاني وبعدها سنه. انا برجع حق عقوبه اخونا سلطان الغنام، مشكور اخونا ايضا ابو سلطان دزلي معلومه من الرياض. دشيت على التغريده يا اخوان مال الاتحاد السعودي، تخيلوا موقفين اللاعب الساعه، القرار صدر الساعه 10 ودقيقه واحده مساء، هذا حسب قرار او تغريده الاتحاد السعودي لكره القدم. النصر عندهم مباراه اليوم، ابو علي عندهم مباراه اليوم الأربعاء، موقفين اللاعب، مبلغين، أصدروا القرار الساعة 10 بالليل. ظلم بصراحة. يعني خلنا نفترض أن المدرب اليوم لعب، حاط بالتشكيلة، حاط سلطان وحاطه من ضمن التشكيلة الأساسية، وقاعد يلعب بطريقة معينة وحاط من ضمنها. زين ليش تسوي كذي؟ يعني ليش تصدر عقوبة بعد التمرين؟ زين قبل التمرين على الأقل عشان يقدر. ليش ما تقول أنه شيء صح هذا؟ لا مو صح. ان عندهم، لا مو صح، ان عندهم لجنه انضباط. لا مو صح والله ابو يعني عزيز. على طول واحده بواحده، لا تدافع عن شيء غلط. ما دافع غلط، قول غلط. لا ما دافع. فريق عنده مباراه اليوم، انت يعني تتابع كره وداري وتعرف. أوكي. اليوم المدرب لما يحط خطه اكيد حط اللاعب بالخطه، يمكن حاطه من ضمن يمسك لاعب معين، يمكن. زين شلون في الساعة 10 بالليل تقول له والله ترى وقفنا اللاعب؟ اجتمعوا بالليل يعني الحين، يعني اجتمع بالليل. لحظة، أول مرة تصير عندهم كذي؟ أول مرة تصير عندهم هذه؟ اجتمع بالليل بعد المباراة. أول مرة تصير عندهم كذي؟ لا ما يمكن يلعب وبعدين يوقف. هم صعب، هم صعبة. لعب مباراة يعني كافه، لعب مباراة وقفة. زين بعد المباراة كافه اللاعب إذا خلاه يلعب سعود. زين وقفة بعد المباراة خاصة يعني متأخر، ثاني يوم متأخر. لا أنت يمكن عندهم، يمكن عندهم الاتحاد السعودي ولجنة الانضباط عندهم اجتماعاتهم بالليل. اوكي خليه يلعب بالليل. اوكي انزل قرار ما يلعب خلاص، شلون اخليه يلعب ورا مباراه هذه الثانيه؟ نزل قرار يا اخي اليوم ثاني خليه يلعب بعدين اوقفه. زين تنزل قرار بعد التمرين وبالليل الناس حطوا الخطه وحطوا الطريقه، يغير الخطه شلون؟ طاح مريض ابو عزيز، طاح مريض. لا طاح مريض بعد شيء. لا هذا، لا انتم تدافعون عن الغلط، ما يصير يا جماعه شيء غلط. شوف حاد اول مره تصير عندهم سؤال، انا اقول لك اذا اول مره تصير عندهم انا اقول لك شيء غريب. ما اتكلم اول مره، هي طلع عقوبه بيوم المباراه اول مره يصير عندهم؟ مستحيل والله، يعني مستحيل يكون عندهم شيء جديد هذا. طيب عموما خل نروح حق موضوع عدي الصيفي. احنا يعني خلي يسمح لنا اخوي الشيخ تركي اليوسف، احنا ما ندري هل هو في رجل اعمال متكفل بالصفقه، هل في يمكن احد مواعد الشيخ تركي في موضوع مكافآته ورواتب اخونا عدي الصيفي، لكن احنا اللي علينا المادة، يعني هذا ما دام ما تم الإعلان عنه، علينا المادة رقم 30، المادة رقم 30 الصادرة في قانون الرياضة شو تقول؟ تقول أن مجلس الإدارة هو المسؤول
عن الالتزامات الماليه. اتمنى بس مخرجنا يحط هالماده عشان احنا لما نناشد الشيخ تركي ونناشد مجلس اداره السالميه، لانه ما ندري صراحه هل هو في رجل اعمال متكفل في الصفقه، هل في تاجر مثلا، في شيخ متكفل في موضوع المكافآت ورواتب اخونا عدي الصيفي، لكن احنا بناء على الماده الناشد الشيخ تركي متكفل بواحد، هو مجلس اداره يتحمل. لا بس اذا في رجل اعمال متحمل، لا عادي متكفل هو ياخذه ويعطيه. لا ما في رجل، لا شاب حاجي، لا بعد هو عنده علم، عندنا يسولف شاب حاجي هو متكفل، ما في المشكله، هو ما راح يتفهم المعلومات اللي عندي، ما في رجل اعمال. شوف متعهد يابه سيد طارق الكندري يابه حق نادي السالميه وقعوا وياه يابه يا مطرقه. انا كنت انا اللي جاي، انت كنت موجود ايامها، ما في افتكر انا حسب معلوماتي ما في تجديد وقت التجديد يمكن، لا ما في ما ادري يمكن، وانا بس بالنسبه لي يعني انا اللي اعرفه انه ما في، لا ما في احد زين. انا اللي يعني هذا اللي اقصده عن الماده، يعني حتى الاخوان في الهيئه العامه للرياضه يعني لما يناقشون الامور الماديه والالتزامات والتقرير المالي، يعني شوف يكون اعضاء مجلس اداره النادي الرياضي مسؤولين مسؤوليه تضامنيه عن الوفاء بجميع الالتزامات الماليه المترتبه على مخالفتهم احكام القانون والنظام الاساسي للنادي او تجاوز موازنته المحدده وما يلحق المعتمده وما يلحق بها من اعتمادات اضافيه خلال فتره توليهم اداره النادي، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤوليه مجالس الادارات السابقه عن تسويه التزامات او مديونيات خلال فتره عملهم على المخالفات المشار اليه. اليوم يعني ابو علي يعني اللاعب طلع على الهواء وقال في برنامج الزملاء في بين شوطين، قال انا يعني سيارتي ببيعها عندي التزامات. على اذنك ابو علي ممكن انا بتكلم شويه. شوف انا خليني اقول لك سعود، انا ما اتكلم على يعني يمكن عدي صيفي فتح باب او كان سبب من الاسباب اللي احنا نتكلم كلنا. المحترفين عندنا ترى معاملتهم سيئه استثناء بعض انديه، في انديه انا ما اشمل كل انديه، لكن في انديه قاعد تعامل المحترف كانه جايبه اقامه عنده، كانه خادم عنده. روح شوف صح. انت اكثرهم السكن وين يسكنون؟ سيارات ما فيه، اكل ما فيه، مسكين يضطر. في بعض المحترفين اعرفهم ماني ذاكر اساميهم والله يتسلفون من اللاعبين، هذا اللي يخليهم يهجون. انا ما اتكلم على عدي، اتكلم في اكثر محترفين بشكل عام، مو كل انديه، في بعض الانديه لا والله عند المحترف كانه خادم جايبه بالبيت، كانه لا انا جبتك غصبا عليك تتمرن، غصبا عليك اللي يعطيك تسكت. لا يبا انت روح، انت يا رئيس النادي ولا المتعهد ولا اي شخص إن كان تجيب هذا اللاعب تتعامله كذي، انت روح بديرته شوف شو يسوون فيك. بس شاب نقطه قاعد تتكلم عن الخدم وهذا، لا بالعكس الناس في التعاملون مع الخدم تقول كانه خادم، لا كنا قاعد نظلم الخدم. لا لا عفوا انا ما اتكلم اظلم، لا انا ما اتكلم والنعم بالخابس، اتكلم هم في نظرهم ان هذا يشتغل عنده اجير عنده بعد حقاني. يعني انت الخادم مقعدها بشقه مثلا ثلاث غرف وصاله وعلى البحر، يعطي على كيفه اجازه، لا حسب العقد اللي وياه، مو خادم، لا خادم فيه فيه انا فيه اتكلم فيه انا في محترفين يقعدون بشقه بغرفه واحده، ما ادري في اربع خمس محترفين بشقه واحده. لا تقارن انك بتقول خادم، لا انا مو قصدي، لا انت معامله جيده، انت ما فهمت قصدي انه لما يجيبونه كانه هذا شاريه، كانه دافع له فلوس عبد عنده. اي هذا شيء ثاني. ما يصير كذي، ما يصير يا جماعه. احنا بالكويت وسمعتنا هذول المحترفين يطلعون برا يتحجون، صح اللي قاعد يصير غلط. يا اخي انت نادي مو قد محترف، لا تجيب محترف، لا تجيب محترف، العب على المراحل اللي عندك، اللاعبين اللي عندك، لا تتفلسف والله انا جايب محترف فلان فلاني، عطى فلوسه. عدي الصيفي، بتكلم على عدي الصيفي، عدي الصيفي واحد من الناس اللاعبين الخلوقين المحترمين جدا، حب الكويت وحب نادي السالميه ويموت بنادي السالميه، الرجال يمكن كان حاط خطه مستقبليه انه حتى استقراره بالكويت راح يكون، والدليل ان زوجته واهله وعياله مدارس خاصه هني ومدخلهم اموره، لكن شو اللي صار هذا كله؟ انا ترى صراحه يعني زين بعرف شلون قاعد يصرف، ويقول عليه رواتب 280 الف دينار. انا حسب شلون قاعد يصرف حسب المعلومات اللي عندي ومتاكد منها ان الريال متدين. الدليل ان البايع سيارته، باع سيارته اليوم انا اعطيك الخبر اليوم، ريال انا قال خلاص سياره بعته، بس ان شاء الله على الاخبار اللي عندي ان اليوم كانت في قعده وياه ومصالحه وياه، والامور راح ان شاء الله تتعدل، وان شاء الله خلال يومين ثلاث يدش النادي. ريال محترق
يحب النادي. مسعود سوري انا استفسر قبل كلم شخصيه فقالوا الامور راح تعدل وان شاء الله يتفقون وخالصين فنتمنى ان الامور راح تتسكر حتى امس شال خبر تكلم بس انا تكلمت مع شخصيه في النادي السالميه فقالوا الامور ان شاء الله زينه وبالعكس في امور حتى ما بذكرها ترى في امور مو مقصرين فيها مع عدي الصيفي مو من اداره النادي في ناس شخصيات من برا ترى قاعد يعطونه يعني في كذا شغله في كذا حاله ساعدوه ترى مو متابعين النادي بس في شخصيات محترف يساعدونه ادري انا مصنف محترف ابو عزيز بقولك شيء كم صار له ما استلم صار له سنتين سنتين ساكت ليش ساكت مو ساكت قاعد ياخذ فلوس اللي مال سنتين اللي طافوا يعني أوكي. يعني قاعد ياخذ مال 2016 و17 باجي له 2018 19 وليش ساكت كل الفتره حبا للنادي انا ما دافع انا ما دافع عن عدي ولا اذن في نادي السالميه ولا اداره نادي السالميه ربعي واهلي واخواني لكن الريال يحب النادي اليوم قسما بالله انا قاعد اسولف معاه ما ابي اتكلم والله دمعته هني الربع قاعد يتمرنون واقف الملعب ريال الولد يحب النادي والله يحب النادي يقول لي شاب انا 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 خيري وخير عيالي والعيشه اللي انا فيها من نادي السالميه الاكل خلاص خلاص بس وصلت عندي يعني بس قانون جديد الحين اذا شهرين ما اعطوك النادي تقدر ما تلعب تقدر تنتقل بين نادي في في عندهم مشكله بعد حتى بين مدربين انا سمعت مو معطينك صار من سنه وما سنه ونص مو بس نادي انا اشوفه انا احط الخط كله يمكن ابو علي وانتم توافقون على الهيئه انت تهيئه شلون توافق تجيب لاعب قيمته 300,000 ولا 400,000 وانت قاعد تعطيه 20,000 او 25,000 لازم تعال في بند في عقد انت من وين تصرف عليه اللاعب المحترف لازم يكون الحامي له المحامي له الهيئه بالدرجه الاولى شو الطريقه يسوون انا اعطيك الحل اقول لك شو الحل مثل انت جبت عدي الصيفي مبلغ 300,000 المبلغ هذا ندسب حساب الهيئه لا يصرف ولا شيء هات نحل المشكله شلون 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 انت مو جايب عدي الصيف 300,000 اي انت تدخل مثل السنه 300,000 ادخل بحساب الهيئه المبلغ هذا ينصرف عليه يصرف هذا صح ولا انا ما اوافق لك انا كهيئه ما اوافق حق مثلا سين من الانديه انت تجيب لي اربع خمس محترفين قيمتهم مليونين 3 مليون يعني اذا ما يدخلوا فلوس ما يوقعوا له ما يعطونا تحط تشيك مصدق او تحط له هذا تحمي اللاعب تحمي اللاعب نقطة امانه احنا قاعد نشوف صوره الكويت مو نادي سلمى يعني نادي العربي الحين مساكين هالسنه خلينا نتكلم السبب من الاسباب احنا وصلنا جايه بيحوشنا احنا وغير وغير انديه ثانيه احنا نقول يعني اذا بتسوون كذي راح تشوفون سمعه الكويت مو نادي سلمى ما حد راح يجيك باشر حتى في انديه صح. مثل ما قال ابو عزيز الشغف تعامل مع المحترف انت المحترف جايب عشان يديك اداء زين انت اذا ما تهيئه نفسيا وتريحه ما راح يعطيك يعني كذا نادي ترى اليوم انتم قاعد تحملون الهيئه حملوا الاتحاد لا ما حمل الاتحاد يوافق لي على خمس محترفين ما ادري الانديه اللي 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 اوكي مسعود اوكي الاتحاد وافق لك بشروط مسعود وقاعد يظلمون اللاعبين بشروط الهيئه تحط شروط تحط شروط يعني حازمه والله يا ترتيب هاللاعب وين فلوسه والله يا ابو عزيز يعني اليوم محترف ياشر بالشارع محترف يركب تاكسي جوال ينتقل انا ما حد قايل لي ما انا قايل محترف اي نادي والله ورب الكعبه ضحكت بغيت اقول له تعال اركب معي انا اوصلك شنو المسخره هذه؟ هو كم تاخذ منه؟ اغلب التاكسي العادي والله يا ابو عزيز لا هو قسم عشان بس شيء يفشل وشيء لا انا على موضوع مخزي بشكل عام نتكلم بشكل بالنسبه لعدي، عدي طبعا اول ما ايه جاب لنا تعهد طارق الكندري جاب انا كنت مدرب الفريق نعم جاب حق كان رئيس النادي عبد الله طريجي جاب قلت انا على طول يوم قالوا قلت وهذا خوش لاعب وهذا وقعنا المهم لعب وياي انا طبعا سنه بعدين طبعا نعم. صارت انتخابات والشيخ تركي واخذ طبعا النادي وتم كمل وياهم امانه اول شيء لاعب ملتزم لاعب يفيد الفريق يعني برا الملعب وداخل الملعب الصراحه واحد يشيد فيه هاي شغله الشغله الثانيه يعني ما يستحق الواحد يعامله هالمعامله الشغله الثانيه بشكل عام انت خلاص حتى لو تجيب لك محترف يطلع مو زين يطلع مو خوش لاعب لا تعطي حقه ليه انت عقد عندك بينك وبينه تلتزم بالعقد اللي بينك وبينه فاعتقد انه ما يصير ان العامل المحترفين المعامله ولا بتجيب محترفين على مستوى ابو علي اللي اعرفه اقول قبل يعني تكلم مع شخصي
انه اليوم راح يحلون. لا إيه انا ما اتكلم عن عدن الحين، حتى المشاكل مثل العربي ليش حارمينه من المحترفين؟ يعني انا بشكل عام اتكلم ان المحترف يا اخي تيبه خلاص عامله معامله عقد بينك وبينه. هو السالميه بعد جاب محترفين اثنين يعني إيه؟ الميزانيه موجوده إيه؟ يعني مبالغ متوفره. لا المحترفين اللي جايين موجوده يعني المحترف اللي جايين بس حسب المعلومات اللي عندي إيه؟ على الراتب ما في مقدم. ما في مقدم. ما في مقدم. حسب معلومة اللي عندي. حتى لو في مثل عندك محترفين وعندك هذا يعني بعد وينك وين عشون على على حساب المحترف ما يصير. ما يصير ما يصير يا جماعة والله. لا وساعات يقول لك المحترف تشوفه سيء بالملعب، مو أنت عامل عدل سيء بالملعب. انت خليك قاعد بمكان عدل خيت مرين عدل. أنا أقول أبو سعود بالمكان اللي أنا فيه. بهالبرنامج المحترم قناة محترمة أنا أشد عائلة اليوسف، عائلة أسرة يوسف الصباح، أتمنى الكل يا جماعة عودي الصيفي ولدكم حطه ها حطه مو حطه ما أتكلم لا إن شاء الله ما بعد من الحطة هذه أهل خير هم يا جماعة ترى عودي الصيفي ولدكم ويحب نادي السالمية. اللاعب هذا لا يروح لا يروح يا عيال يوسف سواء أنا أتكلم من كبير لصغير. طيب. يا أبو أحمد أترجاك شيخ تركي اليوسف تكفى لا تخلي عدي وغير عدي، ترى احنا الحكي واصل علينا لهني، سكروا المواضيع وخلونا احنا ننافس مركز الثاني بندش، ترى يوم الجمعة اول مباراة بالدوري ما لنا خلق حكي يا جماعة. طيب هو المشكلة يعني بسكر الموضوع، المشكلة مو بس اللاعبين يعني المحترفين، حتى في لاعبين كويتيين اليوم عندهم التزامات ماليه، عندهم التزامات ماليه على انديتهم، اليوم وين يروحون؟ يعني يا جماعه ترى ما يصير. من 2017 هذه مناشده لمعالي سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الاول الشيخ جابر المبارك والشيخ ناصر صباح الاحمد يا طويلين العمر. من 2017 قانون المحكمه الرياضيه صادر الى الان لم تجتمع يوم واحد هالمحكمه، ما وين يروحون الانديه؟ وين اللاعبين وين يروحون؟ اللي عندهم مشاكل عندهم قضايا وين يروحون؟ انا بوريكم الان قضيه هذه قبل 3 أو 4 أشهر، اوريكم بس رقم القضيه واوريكم شنو قالت المحكمه. المحكمه تقول احنا ما لنا شغل في محكمه رياضيه، روحوا يا الرياضيين روحوا لها. وين المحكمه هذه؟ ما ادري يعني هذا ابو عزيز يعني اوريك انا الحكم الان مخرجنا بس ما عليك امر. شوف هذا انا حاط لك يعني مثال رقم القضيه ومن منو على منو ومن ضمن اللي عليهم الهيئة العامة للرياضة. شوفوا المحكمة شنو قالت. المحكمة تقول إن بما أن في عندكم هيئة تحكيم وعندكم محكمة رياضية، آخر شيء تقول حكمت المحكمة إن ما لها شغل بعدم الاختصاص. بعدم الاختصاص يا جماعة ما يصير. يا دكتور حمود فليطة يعني دكتور حمود ما له شغل، أقول أروح حق سمو رئيس مجلس الوزراء النائب الأول. الناس يبون حقهم، الناس عندهم حقوق عندهم قضايا يبون احد ينصفهم، ما في احد قاعد ينصفهم يا طويل العمر. هل يرضيك الامر؟ ما يصير. وتبون الرياضه يعني بعد ما يعني يروحون المحكمه يرفعون قضيه ويحطون محامي ويدفعون فلوس ويقولون والله المحكمه عدم الاختصاص ودفعوا فلوس اللي صرفتوها على المحكمه. يروحون الهيئه يقولون والله ما في محكمه تحكيم. وين يروحون يعني الرياضي اللي عنده مشكله وين يروح؟ يروح يشتكي برا؟ إذا راح يشتكي برا طلع خاين، ولا الحين عادي يشتكي برا؟ أول ما يصير يشتكي برا، الحين عادي يروح يشتكي برا. نروح حق دوري الدرجة مسعود جميل. مسعود لحظة قبل لا تروح حق الدوري يا أخي، نزل قرار، خل القرار يطلع من الهيئة أو من الاتحاد. ما أنا أمنع تتعاقد أي لاعب سواء محلي سواء محلي. اليوم في قضايا ثانية إيه؟ اليوم في قضايا فلوس. مثلا فلوس قضايا فلوس طبعاً. أمنع أنا أتعاقد مع أي لاعب محلي أو دولي أو محترف أجيبه إلا أنا منفذ كل شروطه المادية والسكن والدنيا حتى المحلي. المحلي تعال أنا أشتري لاعب أو أخذ لاعب من النادي للنادي أعطيه فلوسه كاملة، أشكر معك سنتين أعطيه نص مثل ما أنت حساب الهيئة إيه نعم في قرار لازم. ولا تعال يا أنت يا نادي فلاني ما عندك محترفين السنة كيفك بلط بالبحر تبي ولا كيفك؟ حتى المدربين الوطنيين حتى المدربين في مدربين لو يسوي المحكمة تصدق أول واحد يروح أنا بعرف وين تروح الفلوس هذه؟ يسوي المحكمة ثاني واحد يروح فيها منه وهذا علش قاوي ليلي من يروح أنا بعرف وين تروح الفلوس والله الفلوس وين تروح الفلوس وين تروح؟ في عندي حتى العمال مو ماخذين معاشاتهم، البنغالي مو ماخذ معاشه، هل الطب اللي يجيب الكور مو ماخذ معاشه، اللي يسوي
ايش دعوه ايش دعوه ليش وصلنا لهالدرجه؟ اسال ناديك وين وين تروح؟ انا اتكلم بصفه عامه حتى ناديه اتكلم. لا لا نادينا زين نادي يرموك ناديكم كل شيء تمام اول باول رواتبنا والحمد لله كل شيء تمام. والله شيء يعور القلب يا ابو سعود قسما بالله. نروح حق تقرير دوري درجه بس على طاري ما تكلمنا عن الاتحاد خلينا نبارك حق اخوي عبد الله الطحاوي العنزي زميل عزيز واخ عزيز واعلامي عزيز اختياره ضمن لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد الكويتي كرة القدم ويستاهل بسلمان وانت كفو ان شاء الله لها والله يوفقك يا اخوي مع اخوانك في هذه اللجنة وان شاء الله نتمنى لك التوفيق ومنها الاعلى. روحك تقرير دوري الدرجة الاولى وبعدها سنة انطلقت منافسات دوري فيفا للدرجة الأولى بمواجهة المتصدر اليرموك بمنافسه الصليبي خات. عمار أشكناني أطلق صافرة البداية معلنا بداية المباراة. زوكو يهدد مرمى الصليبي خات مع الدقائق الأولى تصدى القائم الأيمن للفرصة. اليرموك واصل ضغطه وسجل أول أهداف اللقاء عن طريق عذب شهاب. صحو الصليبي خات بعد الهدف بفرصة عن طريق تيتي أنقذها صالح مهدي. صاحب الهدف الوحيد عذب شهاب حاول تعزيز النتيجة بعد لعبة ثنائية جميلة مع زوكو أنقذها داود خلف. صالح مهدي يواصل استبساله عن مرمى فريقه بعد فرصة المتقدم محمد العنزي لينتهي الشوط الأول بتقدم المتصدر بهدف نظيف. انطلاقة الشوط الثاني من المواجهة تأتي سريعا لكتيبة هاني الصقر لتعزيز الفارق عن طريق عذب شهاب وكرته باءت بالفشل. تيتي الصليبي خات يضيع أخطر فرصة في المباراة بعدم استغلاله خروج صالح مهدي من مرماه. وسام الأدريسي يظهر متأخرا بفرصة أضاعها وسط تألق داود خلف. بعد عدة تهديدات زوكو يسجل هدف التعزيز لليرموك لتنتهي المباراة بفوز المتصدر اليرموك بهدفين نظيفين على الصليبي خات. ما في احد يتحملها، جميعنا نتحملها، جميعنا لاعبين كلنا اداريين كلنا نتحملها، هذه خساره تشمل الفريق كله والاداريين والجهاز الفني كلنا نتحمل الخساره، لكن الغد بنبطل باذن الله ان شاء الله. احنا الحمد لله داشين نبي الفوز، ما عندنا غير ولا شيء، لا تعادل ولا شيء، نبي نفوز، ما نفكر بولا فريق ثاني خسر فاز، اهم شيء ثلاث نقاط عنا، الاداء سوينا الاداء قاعد انت قاعد تشوف قاعد الاداء، بس اهم شيء عنا ثلاث نقاط وان شاء الله خادم افضل ان شاء الله. وعلى الجانب الآخر خيطان استضاف برقان وصافرت هاشم الرفاعي تعلن بداية المواجهة. أول فرص المباراة جاءت عند الدقيقة 27 عندما سدد أوتافيو ركلة حرة جميلة أبعدها مشعل الرشيدي. برقان حاول الرد بعد مجهود فردي من عبد العزيز آيات الذي أرسل عرضية لكن لم تجد أي متابع. الموريتاني محمد سالم يتحصل على ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي تاليسون ليتصدى لها أحمد الدوسري ببراعة. أوتافيو على الجهة اليمنى حاول تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض والقائم الأيسر يقف أمامه. ينتهي شوط المباراة الأول سلبيا دون أهداف. الشوط الثاني ينطلق هادئا في بدايته حتى جاء الهدف الأول لخيطان من رأسية المحترف أوتافيو. خيطان أشعل المباراة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق كوفي. محمد عبيد يمرر كرة ذكية إلى طلال الأنصاري الذي سجل ثلاث الأهداف بطريقة رائعة. خيطان لم يكتفي بالثلاثة حتى أضاف المتألق محمد عبيد الهدف الرابع لفريقه لتنتهي المواجهة بفوز خيطان برباعية نظيفة. مباراتنا اليوم الحمد لله رب العالمين على ثلاث نقاط، قدمنا أداء حلو، جماعي الفريق كله شال بعضه، الحمد لله رب العالمين. أول فوز تقدر تقول يمكن رتبنا أوراقنا بكأس الاتحاد، الفوز هذا معنوي ما راح يأثر وايد بالدوري، بس لنا إحنا لازم نحسن أكثر شيء بجدول الترتيب، والحمد لله رب العالمين على الثلاث نقاط وأربعة صفر الحمد لله رب العالمين. لما أنت متصد بلنتي هذه روح حق اللاعبين داخل الملعب، أكيد الفريق راح ينتشي. قعدنا بين الشوطين قال إن أحمد صد بلنتي، إحنا لازم نأخذ المباراة عشان مثل ما تقول إنه لا يروح المجهود على الفاضي، وأشكر إخوان اللاعبين على المجهود هذا وأقول لهم قد لك وهارد لك حق برقان. لعبنا مباراة طيبة لكن ما ترجمنا الفرص لأهداف، وخيطان ترجم كل فرص لأهداف. عندنا النكس طبعا، عندنا ثلاث إلى أربع لاعبين عندنا النكس، المصابين والموقوفين، الحمد لله على كل حال
عندنا مباريات جاية والجايات إن شاء الله أفضل. بعد توقف دام أكثر من 60 يوم خيطان يحقق أول انتصار له في دوري فيفا للدرجة الأولى، واليرموك يعزز من الصدارة بعد فوزه على الصليبيخات. محمد الصلال لبرنامج الديربي. شكرا أخوي محمد. أبو أحمد هارلك، صحيح المباراتين يمكن نفس التوقيت، ما استفدتوا من خسارة برقان؟ والله شوف، أول شيء أحب أشكر لاعبينا بصراحة. أنا مشكلة الفريق ما كمل، عندي 5 أساسيين مو موجودين من الفريق، في إصابات وثلاثة وموقفين، يعني قاعد يجهزهم حق اللعب الأهلي. بس رغم هذا أول شوط ليرموك كان أفضل، الشوط الثاني تسيدنا إحنا بس ما ترجموا الهدف. ليرموك حصل فرص استغلها، إحنا حصلنا فرص كثيرة. وأنا ما بلوم اللاعبين، لأن حتى المحترف عندي يمكن أسبوع وبالمستشفى كان تعبان، يعني قبل مباراة ثلاثة أيام لعبته اضطريت إن اللعبة، أنا ما عندي بديل مهاجم. بالعكس أدوا أداء لاعبين كبير وأنا مرتاح منهم. ورغم هذا كأس الاتحاد فادني بشغلة واحدة، أن عندي احتياط نفس مستوى الفريق الأساسي، يعني تقريبا 5 ما لعبوا معي أساسيين في تسكير مكان، يعني ما عندي أي مشكلة. بس إن شاء الله الأمل الموجود للحين، يعني بيني وبين الثاني 4 نقاط والدوري باقي 6 مباريات، يعني أنا أقول اللي يجيب 25 نقطة راح يصعد ورا اليرموك. كل يرموك من الثاني أبو أحمد الساحل 16 نقطة، واليرموك أمانة أقول لك فريق مستقر، بكأس الاتحاد كان مستمر. إحنا شوي عقلنا إنه كان فيه معسكر، بعدين تكنسل المعسكر، محترفين سافروا ما ردوا اللي قبل 10 أيام، هذا أثر على استقرار الفريق في كأس الاتحاد. أنت كنسلت المعسكر؟ لا لا، طبعا ظروف النادي وحسب الميزانية اللي عندهم ما صرفوا المضار اللي هي الميزانية. نعم. وبالعكس احنا نقدرهم، بس احنا عندي محترفين ما دام تصير عندنا ميزانية. عنده فلوس؟ لا لا، الهي شعيب علي الشعبان ترى عنده فلوس. شعيب عنده ابو علي شعيب يخش. اي فاحنا تأثرنا بالوقفة هذه. اليرموك لا، بس أمانة أنا بقول لك شغلة، اليرموك فريق هذا صار له 50 مع بعض، وأحب أشيد فيه كابتن هاني الصقر ومع أبو عبد الله، يعني نعم. خبرة أبو عبد الله، فريق منظم، فريق يلعب الكرة السريعة، وفي عنده إمكانيات وحتى احتياطه مميز، وبالعكس أتمنى له كل توفيق، يستاهلون. أبو عبد الله مبروكين، نقدر نقول مبروكين الفوز، مبروكين التأهل أقصد. لا تأهل ما تقدر، بس تقول لازم تقول رسمي، تأهل رسمي إن شاء الله نقول لك أوكي. في بعد قسم كنا لهم صح؟ قسم بس هم أنا للأسف يعني. اخوي عبد الله الدعي صبح عليك بالخير، واخوي ايضا عبد العزيز كنعان يعني زملاء لي وتواصل معاهم دائما، موقعهم الخاص اللي يحطون فيه النتائج، انا كنت بحط ترتيب الفرق في الدرجه الاولى، لكن للاسف ما ادري شايلين الظاهر الدرجه الاولى، كاس الامير، دوري الصغار، ولي العهد، كاس الاتحاد، اشبال، ناشئين، كان قلت لنا 20 سنه، فيفا، دوري الصالات، اولمبي، فيفا، ودوري، حتى دوري كرة قدم نسائية حطينا وناسين الدرجة الأولى. يا اسم يا العبد، اسم الموقع اسمه سبورت كورنر، وبعدين يقول لك درجتين. والله مظالم، والله حاطين دوري صلاة نسائية وهدين درجة. لا مو كذي بعد، حطوا السوبر، دوري الوزارات، نقل على الهواء. انت للحين ولا مباراة ناقل وتقول لي ترفع مستوى؟ المفروض مباراة الأمس تكون مرغولة، مباراة حلوة كانت. والله حلوة صحيح. خلي يقولون خلينا نقول مباراة الكويت اليوم اللي مهمة أكثر، فيها حقوق. وين حقوق؟ وين ولا قناة حقوق؟ لا قناة الرياضية الأردنية اللي نقلت فيها حقوق. لا ما أدري وين إشكال. لا لا، هي شوف، هو الحقوق عند بين الظاهر الإخوان في الأردن يمكن ما حبوا يتعاونون معاهم، ما أعطوهم الحقوق، ما أدري والله، ما أبي أفتي في الموضوع عشان بس أبو عبد الله أخونا بدر دشتي يسلم عليك يقول لك للحين جبنا قلاص وشباتي كله رجيم. بطلت يعني؟ لا، أيام الجاهلية كله يوم جالية اليوم. عموما يعني احنا نبارك لليرموك بالتأكيد، كابتن هاني الصقر قاعد يقدم مستوى طيب. صحيح، دائما نقول مدربين وطنيين مو متابعين يعني المباريات، ولكن الانجاز اللي قاعد يسويه. بعدين الشغلة الثانية ان انا اقول اليرموك طبعا ان شاء الله يعني واملين ان شاء الله التأهل. انا اعتقد هذا شيء زين للمركز الثاني، لان التاهلون فريقين. نعم. اعتقد منافسه جديده لابو احمد والفرق الثانيه، يصير تنافس بينهم، وهذا شيء مهم راح يعطي شوي حلاوه للدوري. نعم. يعني حتى لو ان ابو اليرموك تاهل، لكن في مركز ثاني لازم ينافسون عليه. طيب. واحمد وغير جميع الفرق. بختم بس، اليوم ريال وبرشلونه، من تتوقع يفوز بالكاس اليوم؟ اعتقد على الوضع برشلونه. برشلونه
وين نلعب؟ على اي ملعب؟ لا يقولون لك تشجع برشلونه. لا مش برشلونه، على اي ملعب نلعب؟ ملعب ريال. ريال؟ ايه 2-1 ريال. 2-1 ريال. اعطيك النتيجه. اتمنى الريال. الريال ولا البرشلونه؟ قالوا لي الريال مستواه مو زين. برشلونه قالوا لي لا، اليوم ريال ملعب ريال. نعم ملعب ريال. اي هذه مالت قبل النهائي الكاس، يعني ذهاب وياب. ذهاب وياب. مستوى الريال لبرشلونه صار له 4 مباريات ترى مستواه متذبذب. ان شاء الله ريال ان شاء الله. ان شاء الله كفو. اي كذي وعبد الله انت ما نبي امنيات، نبي توقع. يا ريال 2-0. ريال 2-0. انا سمعت اذا ميسي يلعب هو حطه ضمن القائمه. اي موضوع ثاني. حطه ضمن القائمه. اتوقع ما راح يشاركه من البدايه. وقالوا متعود. اتوقع الريال. نعم. لا لا على الكامنو. مشكور اخوي يوسف شعيلي قال لي وصحح لي يقول على الكامنو المباراه. هل انا يعني معني انا متابع؟ غير رايك. 1-1. 1-1. شو تقول؟ شنو النتيجه؟ ايه؟ على الكامنو؟ ايه؟ برشلونه. اوكي انا بختم تو الاخوان. اخوي علي كرم طبعا صاحب معرض او شركه جالبوت الانتاج الفني، اهدى الزملاء ايضا مناسبه فوز نادي الكويت اليوم. كل الكويت فرحانه بالتاكيد، ونسعد دائما. الانتصارات تخلي الكل يفرح صراحه، الكل وده ان شاء الله يحتفل بالافراح. فاليوم نشكر نادي الكويت اللي خلى كل الكويت اليوم تفرح. هذه هديه غاليه الثمن من اخونا، ترى شيء سبيشل من اخونا علي كرم. انا من حقي حق وصل حق ابو عزيز. لا شلون يعطي؟ معطي دور ويعطيها. معطي دور بالهداه. لا والله يعطي. وهذه لك. يلا اخذ. ماخذ الدور وماخذ. اشوف مو منك. تفضل. ونشكر اخونا طبعا. مشكور. تفضل يا ابو احمد. ابو عبد الله مشكور. يا تشيسي خلاص. وهذه لك. تفضل. الخاتم قصته قصه. هذا خاتم قاعد اقول سبيشل. اي هذا خاتم سبيشل. وين غير اللي لابسه؟ اي هذا سبيشل قصته قصه. شنو القصه؟ المخرج يقول لا تقولها. لا 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 والله تقولها. قصتها علي كرم. اي شوف قصة الخاتم ما راح السحر. مو وصلنا ختام. لا تختم، قول لنا قصة ختام. والله ما في وقت. أنا بختم بس بنقطة. في اتحاد نائب الرئيس تدخل وعين واحد في لجنة مهمة جدا في هذا الاتحاد. تخيلوا، مو عشان إنه هو والله زين، ولا علشان هو لاعب سابق ولا اداري سابق. تخيلوا شنو المصيبه يا جماعه. نائب الرئيس يتدخل في عمل رئيس لجنه مهمه وحط هذا. ليش؟ لانه مفتاح انتخابي. شرها مو عليه، شرها على الرئيس ونائب الرئيس ورئيس اللجنه. هذا وين شرها عليه؟ وين هذا بزاوية؟ ما يندرى. مشكور محمد كرم، مشكور شاب حاجيه، مشكور انور يعقوب، مشكور احمد دشتي. الشكر لرعاتنا وداعمينا شركه كيو اي تريد. شكر لبن العميد، شكر لأطياب المرشود، شكر لمطعم سيامي قصة، شكر لمطعم التسيم، وشكر لمطعم كنا أبو عجين، شكر لدير اندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيز في الكويت. نلقاكم إن شاء الله باكر. مع السلامة. شكر لانسى أخوي جي آر، أخوي أبو ناصر المقيط، مشكور على الهدية وتكريم. شكر جالبوت أيضا على الهدية والتكريم. نلقاكم باكر، مع السلامة.